مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، اليوم كنديروا واحد الدويره بشي تاكسي مع السي عبد اللطيف وغنسولوا على الحركه الاقتصاديه بمدينه مراكش. السي عبد اللطيف مرحبا بك على انفاس بريس. مرحبا سيدي، مرحبا، اهلا وسهلا بهذا الاذاعه اللي معروفه على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الوطني. المهم على ما كتشوفوا راه كلشي باين وكلشي واضح، انت المدينه راه تتبان تتحتضر لانه مدينه سياحيه وكتعتمد بالاساس على الزوار ديال على برا يعني لي زيترونجي وكذلك على السياحه الداخليه. الحمد لله السيمانه اللي فاتت كان واحد شويه تاع شويه الحركه مع السياحه الداخليه، الحمد لله الناس طرباط والناس طنجة والناس كازا الله يجازيهم بخير جاو روجو شي شويه نسبيا الحركه في مراكش. تنهضر على القطاع ديالنا، على القطاع تاع سياره الاجره. المهم راه يعاني الامرين من ناحيه كذلك الناحيه تاع الفنادق والحلايقيه الله يكون في العوان، الناس كتعاني والناس راه مأزمه، ولكن الحمد لله ونسبيرو ان هاد الناس هادو ديال اللي مسيرين هاد البلاد هادو اللي مسيرين بالخصوص هاد القطاع هذا تاع السياحه وداكشي يشوفوا من حال هاد المدينه هادي لانها كتعيش بالاساس 100% على القطاع تاع السياحه الداخليه. وهذا اللي كاين المشاكل السي عبد الطيف اللي كتلقاوها في يعني في هاد مثلا في الشوارع ديال مراكش في الازقه. والحمد لله المدينه من ناحيه ديال لا سيركولاسيون الله يجازي رجال الشرطه والناس اللي مسيرين هذه المدينه من ناحيه الشوارع، تبارك الله شوارع كبار، شوارع المسائل من ناحيه لا سيركولاسيون مزيانه. شنو الرساله ديالك اللي بغيت توجه للناس ديال هذا القطاع؟ هو الرساله اللي نوجه لهاد الناس تاع هذا القطاع هو انهم الله يجازيهم بخير يشوفوا لنا مع هاد المعلمين الشكاره راه قهرونا، لان السائق راه كيعاني مع الروسيتا، مع الروسيتا طالعه في هذه المدينه هذه، واش عباد الله 40000 فرانك و 35000 فرانك كيف يدير هذا الشيفور هذا، والسياحه اون بليس ما كايناش، لان حتى الناس اللي تيوقفوا قدام لوطيلات والناس اللي السائقين اللي سياره الاجره اللي تيوقفوا في المطار راه كاينه تقريبا 1500 سياره اجره اللي نزلت معنا للشارع دابا، وراه دابا ديك البريكه راه كنقسموها بيناتنا كاملين، ولكن هاد الناس ديال المعلمين الشكاره راه الله يهديهم عندنا، راه مطلعين عندنا الروسيتا الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم، هادشي اللي بغيت نقول. وتنتمنى لجميع السائقين السلامه والعافيه ويهضروا على حقهم، لانه راه كاينه معاناه كبيره، معاناه كبيره مع بالخصوص مع معلمين الشكاره، معلم الشكاره علاش تنهضر، هما السائق راه كيعاني في الصمت والحمد لله على كل حال. فين غادي بينا دابا السي عبد الطيب؟ غادي بكم ان شاء الله للمناره، حديقه معروفه في مراكش من المآثر التاريخيه مراكش، معروفه بالنزاهه ايامات العز وايامات النشاط، راه كانوا المراكشيين كيخرجوا وكيديروا الطناجي ويخرجوا ويغنيوا مع راساتهم وينشطوا مع راساتهم ويخرجوا وليداتهم ويدوزوا واحد لا جوغني زوينه. ايوا هيا غادي تمشيو ليها دابا وغادي تشوفوها كي دايره، راه خاويه لا طيروني اطير ولا وحشوني اسير، والسلام عليكم. نتمنى الرساله ديالك توصل للمسؤولين ديال القطاع ديال سياره الاجره.